بسم الله الرحمن الرحيم. الهجرة كانت في ربيع الأول، فلماذا عدل الصحابة عن ربيع الأول واختاروا شهر الله المحرم؟ الأمر الأول، لأن في المحرم بدأ العزم على الهجرة، البيعة وقعت في ذي الحجة، فأول هلال استهل بعدها هلال المحرم، وفيه كان العزم على الهجرة. الأمر الثاني، المحرم هو شهر عودة الحجاج بعد اجتماعهم في أشهر الحج، وافق ذلك أن يعودوا فيبلغوا قبائلهم بأن بداية العد ستكون في الشهر الموالي لأشهر الحج، وهو شهر الله المحرم. الأمر الثالث، محرم هو آخر الشهور الحرم سرضا المتتابعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيكون بذلك نهاية السنة شهران محرمان، ذو القعدة وذو الحجة، وأول شهر من شهور السنة الهجرية شهر محرم، وفي وسط السنة الهجرية شهر محرم وهو رجب الحرام، فبذلك تكون الأشهر الحرم قد وزعت في أواخر السنة الهجرية وفي بدايتها وفي وسطها. الأمر الرابع، في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في شهر ذي الحجة تحديدا، قام يخطب في الناس، ومما قاله عليه الصلاة والسلام: لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. الحديث استدار في الحديث معناه أنه أكمل الدورة، أي أن الدورة الجديدة ستبدأ من الشهر الذي يلي شهر ذي الحجة، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. أي شهر بعد ذي الحجة؟ هو شهر الله المحرم، فوافق ذلك أن يكون البداية في عد السنة الهجرية هو شهر الله المحرم بدل ربيع الأول، والذي كانت فيه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.